أي شخص تتعلق به من دون الله لا بد أن تعذب به، وأي علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك. الآن قلتهم دي القاعدة، وأسأل أي مجرب، شوف قلب الإنسان اتخلق عشان يتعلق فقط بالله عز وجل، وأي حب صحي مفترض يكون مربوط بالله عز وجل. يعني تحب أمك وأبوك لأنه هم دلوك لله عز وجل، تحب زوجك أو زوجتك لأنه ده الشخص اللي حتنشئ معاه مملكة بيطلع منها ناس يعبد الله عز وجل، وهكذا. وأجمل مثال على الحاجة دي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سيدنا إبراهيم عليه السلام طول عمره ما كان عنده ولد، بعد كبر في السن ربنا رزقه بولد سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو طفل صغير هو أكيد بيحبه جدا. الله سبحانه وتعالى قال: سوق ولدك ده وأمه أمشي لحتة في الصحراء ما فيها أي حياة، أجدعهم هناك وأطلع. يعني هو ما بحب ولده، هو بحبه، لكن لولا تعلق قلبه كان فقط بالله عز وجل ما كان نجح في الامتحان ده. وبعد ده ربنا حرمه من طفله لحد ما كبر، بعد ما كبر أذله انه يمشي يزوره. اول ما مشى يزوره ربنا اداه نص امر طوالي، قال لسيدنا اسماعيل: اني ارى في المنام اني اذبحك، وكلنا عارفين القصه بتاعته. ده كله ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا الحب مفترض يكون كيف. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، نجح في الامتحانات كلها. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. عشان كده بتلاقي انك اي شخص بيعشق بيكون معذب. والحب القوي حب التعلق إذا كان لغير الله عز وجل حيعذبك عذاب شديد، لأنه القلب ما اتخلق إلا عشان يتعلق بالله عز وجل. عشان كده في ناس بيقول لك: أنا لما أحب بحب عمق، أنا لما أحب الشخص بيكون كل حياتي. إياك تدي الحب ده لغير الله عز وجل. الحب في الأصل نقي، الحب حياة متجددة، ولكن العشق موتات متعددة.